افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت، عيش لحظة بلحظة معاه، ده العمر ساعات وتفوت. دوق طعم إيمانك بيه، صحصح قلبك لو مات املى بالخير تلاقيه، يستمتع بالرحمات. افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت، عيش لحظة بلحظة معاه، ده العمر ساعات وتفوت. دوق طعم إيمانك بيه، صحصح قلبك لو مات املى بالخير تلاقيه، يستمتع بالرحمات. حاسب نفسك هتعيش، تحمد ربنا عالستر، عندك فرصة ما تمشيش ويكون فاتك متقطر. كل نصيحة بتتقال في وراها مشاعر خير، الموعظة رزق حلال، اقبل واهدي للغير. من المواقف الجميلة أو فكرة في قصة الشجاعة عامة، يعني حال بني إسرائيل مع سيدنا موسى. الهدف أو الغاية دايما من الشجاعة بتكون علشان تحقق حاجة أعلى من الوضع اللي انت فيه. يعني الواحد بيحتاج شجاعة علشان يقدر يكمل في طريق العلم ويتعب ويبذل وفي النهاية يوصل لمرحلة معينة، او انه عشان يشتغل علشان يعني يتميز علشان يقدر يحصل على وظيفة احسن. فكرة الشجاعة هي الاقدام. فلما تيجي بقى لبني اسرائيل مع سيدنا موسى وهو بيطلب منهم ان هم يدخلوا الارض المقدسة ويقول له ان فيها قوما جبارين، فيقول لهم يعني ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، يعني انت بس افتح وجرب، ما فيش يعني اسد هيخطفك ورا يعني. لكن يصر على القعود وعلى الرفض. فربنا سبحانه وتعالى يعني بدل ما هم يطلعوا المنزلة أعلى، يبدأ ربك سبحانه وتعالى يضرب عليهم التيه، يفضلوا 40 سنة يتيهون في الأرض بسبب فكرة الجبن أو التراجع عن اتخاذ موقف لصالحك. يعني هم يعني الموقف مش لصالح حد غيرك، لكن مقابل إن أنت الواحد يتراجع مباشرة بيدفع الثمن أضعاف ما لو أقدم على العمل. علشان كده كان الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله يقول إن ضريبة الذل أضعاف ضريبة العز والشجاعة، يعني قلب الحرية. الواحد علشان يعني يتعب شوية فيغير الحياة، وإنه يثور فيغير الدنيا، أو يسقط نظام ظالم، أو إنه يغير الوضع اللي هو فيه، أو إنه يرفض ويقول لا الحاجة. التضحية بتبقى فيه جزء من التضحية، لكن التضحية الأعلى إن الواحد يقبل بحياة الذل طول عمره. ويمكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سحب الرسالة من بني إسرائيل، أصبحوا مش أهل ليها، واستبدل بيهم قوما غيرهم اللي هم العرب. أحيانا الإنسان يتساءل هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار العرب ليكونوا صحابة نبيه وحملة الرسالة اللي هيختم بها تختم بها الرسالات وكده. فكان فيهم مجموعة من الصفات بتؤهلهم لهذا الأمر. وربنا في سورة الأنعام بيقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا يعلم أين ستكون الرسالة ومن يستطيع أن يحملها. كان من ضمنها ومن الصفات اللي أهلتهم لحمل هذه الرسالة هو موضوع الشجاعة ده. العرب كان عندهم شجاعة عجيبة، لدرجة أنه مثلا تخيل أنه في العرب يعايروا بأن يموتوا على فروشهم، يعني أنك تموت اللي احنا بنسميها دلوقتي يقول لك موتت ربنا، وأنه ده مات مش متبهدل وكده، لا دي كانت حاجة بتتعير بيها بتتعير بيها في العرب. تخيل حتى سيدنا خالد لما جاي يموت يقول وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، ومع أنه حاربته وكذا. السماء قال، وكان من الشجعان المشهورين جدا بيفخر بقبيلته، يقول إيه وما مات منا سيد حتف أنفه، مفيش مننا حد مات الموتة العادية دي، كلنا بنموت يعني كل متقطعين. وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيله، تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني نفوسنا بتسيل على السيوف وليست على غير الضبات تسيل. احنا شجعان،
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم لهذه الرسالة. كانوا جاهزين لأنهم لأنه اللي هيشيل الرسالة دي ويبلغها للعالمين ويوجه بها العالم كله ينشرها في فارس والروم والمعارك محتاج شجاعة، محتاج قلب ميت زي ما احنا بنقول يقاتل. وطبعا النماذج دي هتيجي تظهر بعد كده في الصحابة رضوان الله عليهم، وهيبقوا قد كده قد المسؤولية دي وزيادة. يعني يمكن نفس الكلام اللي حضرتك بتقول فيه يا أسامة، إن الشجاعة اللي كانت عند العرب ودي كانت ليه؟ لنصرة المظلوم، لقول الحق، لمناصرة الضعيف. يعني عندنا موقف مشهور جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الكعبة بيصلي في يوم من الأيام، وجاء رجل من إراش، قبيلة إراش دي قبيلة من عسير، كان جايب إبل وباعها لأبو جهل، فأبو جهل مطلوب في استرداد ثمن البعير. الراجل يروح يسأل كل يوم يعدي عليه يقول له ما بكرة بعده بقى، خلاص الراجل أيقن إن الفلوس ضايعة. فقال ما فيش حد هيجيب لي فلوسي غير يعني إيه قريش نفسه. فراح على مجموعة كده قاعدين في الحرم وقال لهم من لي برجل يؤدي لي بحقي من أبي من أبي الحكم، مين يجيب لي حقي منه يعني. وحكى لهم الموقف، فهم حبوا يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتنظر إلى هذا الرجل الذي يقوم ويقعد في الحجر، شايف الرجل عمال يقوم ويقعد في الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هو يأتي لك بحقك من أبي الحكم. طبعا بيسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني بيحطوا النبي في موقف صعب، يعني عايزين يشوفوا موقف بقى هيعمل إيه معاه أبو جهل. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى صلاته قال يا عبد الله أنا رجل غريب عابر سبيل وبعت الجمال، وحكى له الموقف، وما طلني أبو الحكم فدلوني عليك وقالوا أنك ستأتي لي بحقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم بنا وراح. شوف هي دي الشجاعة بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن أبو الحكم من ألد أعدائه، إن أبو جهل من ألد أعدائه، وعارف إن هو ممكن لما يروح ما يرضاش يديله الإيه، لكن بالرغم من كده نصرة للمظلوم قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وراح عشان يعني ينصره. وراح طرق الباب على أبو جهل، ففتح الباب فقال اعطي الرجل حقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين ادي الرجل حقه. فقال نعم لا تبرح مكانك حتى آتي لك بحق. وراح داخل بسرعة جاب الفلوس وراح ادها للرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى حال سبيلك. وراح النبي صلى الله عليه وسلم راجع. طبعا القوم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قايم ومع الرجل بعت وراهم واحد عشان إيه يتقصى الخبر، فالرجل رجع لهم جري قال لهم ما أن طرق الباب على أبي الحكم حتى فتح له الباب وقال لا تذهب حتى أعطيه حقك. ان كلهم استغربوا يعني ايه على طول كده، قال ازاي كبر النبي كده بسرعه كده، ده احنا كنا عايزين نقلش عليه. فحب اللي جاي ابو جهل فقالوا يا ابا الحكم ماذا صنعت؟ اتعطي الرجل حقه عندما يعني اتاك بمحمد؟ فقال والله ما ان طرق علي الباب حتى دب الرعب في قلبي. يعني هو بمجرد ما دق الباب انا بقى نصرت بالرعب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الباب فإذا بفحل عظيم ما رأيت مثله قط يقف خلفه، والله لو عصيته لأكلني. شوف يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى نصرة المظلوم، وهي دي الشجاعة بقى، إن أنت تاخد موقف تنصر مظلوم، هي دي الشجاعة. مش الشجاعة إن أنا أروح أضرب في زمايلي وأتخانق هنا وأنا بقى البرنس، أنا اللي أعرف أعمل كل حاجة، أنا أعرف أخد حقي من ده وأضرب ده يعني إيه زي ما البيت الشعر بيقول كده ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا دي مش الشجاعة. الشجاعة إن أنا أنصر ضعيف، أنصر مظلوم، أقول كلمة حق، أقف وش ظالم، هي دي الشجاعة. خلونا نشوف رأي الشباب في الشجاعة ونرجع نكمل إن شاء الله مع حسين. ما تقدريش تقولي بقدر كيف على قد ما تقدري تقولي إن هي مسألة نسبية بتعتمد على حاجات كتير قوي. أول حاجة بتعتمد على التربية، بتعتمد على التجارب بتاعة كل شاب في حياته، تعتمد على الكالتشر اللي هو نشأ فيه، انت فاهماني؟ فانت ما تقدريش تقولي ان هي حاجه كونستنت، هي بتبقى حاجه نسبيه ريليتد لعوامل كتير قوي بتبقى بتتاثر بيها اي انسان. ظروف الحياه والضغوط اللي بيتعرض لها الشباب اليومين دول والازمات اللي بتحصل في حوالينا والعواقب اللي هم ممكن يتعرضوا لها نتيجه لموقف شجاع هو بيتخذه ممكن يتحاسب عليه حساب قوي. فأكيد بيبقى عنده 100,000 سبب يفكر مرة ومية قبل ما ياخد قرار أو يبقى شجاع في قرار. النجاح مع النصيب، هو ده توفيق من عند ربنا، ما لهش دعوة إذا كان الشخص ده شجاع أو مش شجاع،
بس الشجاعة بتتحدد في ان الشخص ده بيجازف بيعرف يعني. في واحد اللي هو ما يكونش يكون خايف ان هو يعمل اي حاجة جديدة او كده، لكن مش شرط ان هو التوفيق مش محصور مش مرتبط بالشجاعة خالص يعني. هي معايير بتختلف من حد لحد على حسب، بس في حاجات كده الناس كلها بتتفق عليها، زي مثلا لو حد محتاج حاجة، لو حد تعور، لو حد اتصاب يروح يساعدوه كده في وقت الشدة. طيب علشان نكون يعني اكتر تحديدا لمعنى الشجاعة، علشان الناس دايما بتخلط بين فكرة الشجاعة والقوة، لان كتير من الناس بيتخيل انه عشان ياخد موقف شجاعة محتاج انه يكون قوي. يعني ما واحد معدي فلقى واحد مثلا في مشكلة في الشارع، او لقى واحد بيعاكس واحدة، او فهو متخيل انه هو ما ينفعش لقوته او لضعفه انه هو يدخل. فالفكرة هل الشجاعة هي القوة؟ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال الشجاعة حاجة والقوة حاجة. قال ممكن يكون إنسان بنيانه قوي لكن يبن على إنه يتدخل في مشكلة، زي ما محمد كان بيحكي كده أبو جهل، يعني لما جه سيدنا عبد الله بن مسعود يقتله بقولك يعني كان قاعد على صدره علشان يعني يقطع رقبته، فتسلق صدره طلع جبل فكان زي الهضبة وهو ميت يعني. لكن في النهاية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف شجاعة خاف منه. فبقول ان البنيان ممكن يكون بنيان الانسان قوي وعنده عضلات لكن الداخل بتاعه فارغ، لكن ممكن تلاقي في المقابل تاني واحد على قده، واحد في الصحة الطبيعية بتاع الناس، لكن لما شاف موقف بيتفاعل معاه بإيجابية انه هو يدخل. واظن ده حصل في مصر كتير في الفترات الأخيرة، لما الشباب اللي هم يعني للأسف تم قتلهم بسبب انه شاف جارته بتتعاكس فتدخل، وده حصل اكتر من حالة في مصر مؤخرا بسبب حاجة زي. مش لكن ده بقيم بس اخواننا الجنائيين واحنا معهم لما مرت بنا فترات صعبة كان يقول لك يا شيخ الشجاعة دي قلب، يا شيخ الشجاعة دي قلب، يعني موضوع مش جسم ولا فلذلك بقول لك المواقف اللي حصلت في مصر ان ممكن واحد يتدخل علشان واحدة بتتعاكس، او واحد بيهجم على جاره فهو بيلحق ينجده ويقف معاه، ممكن بيتأذي، لكن فعلا بتبقى ذكرى الناس ديت في الناس ومواقفهم معلمة جدا مع الناس، وبيبقى مهما كان اللي قدامه يعني كان قوي وله صوته بيفضل دايما الانسان اللي خد موقف ايجابي له فعلا عند الناس مكانه. سيدنا علي بن ابي طالب بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مواقفه، بيقول كنا اذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليه؟ لان خلاص الدنيا هنا بدات القلوب اللي تهتز، يعني سيدنا علي بقوته وسيدنا عمر وغيره من الصحابه، لكن في لحظه معينه ممكن القلب نفسه هو اللي يبدا يهتز. مين بقى اللي يثبت في الوقت ده؟ يقولوا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا ان الشجاعه هي ثبات القلب امام النوازل، الحاجه المفاجاه المصيبه اللي بتحصل تلاقي الواحد عنده ثبات. في ليله من الليالي اهل المدينه سمعوا صوت عالي، يعني انت متخيل مثلا زي صوت انفجار كده ربنا يعافينا ولا حاجه، يعني المشهد الاخير بتاع بيروت ده الانفجار اللي حصل عمل هلع غير طبيعي للناس كلها. فانت متخيل بقى لما يحصل الصوت عالي جدا في المدينه والناس تخرج من بيوتها كلها عشان يعرفوا ايه اللي يحصل، فيلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم مقابلهم وجاي على الفرس بتاعه ويقول لهم لا تراعوا، يعني هو متخفوش. يبدا يطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا بيقولوا في يعني عن الموقف بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراح شاف ايه اللي حصل ورجع يطمن الناس. فدي صور من صور الشجاعه، ودي مش مواقفه بس. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان اشجع الناس، سيدنا انس بيقول كده يعني أشجع الناس على الإطلاق، يعني ده من ضمن كمالاته صلى الله عليه وسلم. نشوف حنين موقف مشهور، الناس كلها بترجع وتفر وهو بيقتحم الصفوف بيمشي عكس الناس، وده صعب جدا، وينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وينادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان أشجع الناس. في أحد لما قال قاعد يقول هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله، ويصاب ويشج. والموقف الشهير لما أحد المشركين تعرض له وقال يعني لا يفارق ظل ظله حتى أقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحربة ورماه بها فقتله. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ده ونقل إليهم هذا المعنى. فشفنا مثلا أبو دجانة في أحد
ياخذ السيف، من ياخذ هذا السيف بحقي؟ وما حقه يا رسول الله؟ تضرب به هام المشركين حتى ينثني. تفضل تضرب بالسيف لغايه ما السيف يتكسر. وعمل كده سيدنا ابو دجان وهو بيقاتل، فضل يقاتل لغايه ما وصل لعسكر المشركين، وبعدين بيقول رايت شخصا يخمش الناس خمشه، حد ملسم وعمال يرجع الناس، المشركين بيفروا خلاص، وهو وصل لغايه خيام المشركين. فقال لما رفعت عليه السيف ولول صوتت يعني، فاذا هي امراه، طبعا كانت هند متعود بقى، فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان اضرب به امراه. عارفين لما خد السيف مشي بين الصفين كده يتمايل، وبينه وبين الموت شبر يعني، انا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيلي، الا اقوم الدهر في الكيولي، يعني ما ينفعش ابقى في اخر الصفوف، اضربه بسيف الله والرسول. وكان كده يعني، كانوا ابطال الحقيقه رضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه دايما ان يكونوا شجعان. يعني جاله مره رجل قال يا رسول الله ماذا ان اراد احد ان ياخذ مالي؟ قال لا تعطيه، هتدي فلوسك ليه؟ قال يا رسول الله افان قاتلني؟ طب عايز يقتل؟ قال قاتله، ما تديش الدنيه كده. قال يا رسول الله افان قتلني؟ قال انت شهيد. قال افان قتلته؟ قال هو في النار. فيا اخوانا عشان الواحد ما ايه ما يعطيش الذل والدنيه، لا انا حد جاي يعتدي عليا، انا اذب عن عرضي، ادافع عن مالي، ادافع عن ارضي، ادافع عن. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه ان يكونوا شجعان. قال ايه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه الا لا يمنعن احدكم مهابه الناس ان يقول بحق اذا سمعه او علمه، وفي روايه فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق. يعني انت كلمه الحق، قول كلمه الحق، خليك شجاع، ما تخافش. فهي دي نوع من انواع الشجاعه، الشجاعه في كلمه الايه الحق. وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول كلمه الحق بشجاعه. سيد الشهداء الحمزه، ورجل قام فقال كلمه حق عند سلطان جائر فقتله. يعني ده سيد الايه الشهداء. ليه النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز المسلمين يبقوا امعه؟ انت تشوف الباطل وتسكت. ليه؟ اصلا انا مش قد ان انا اقول كلمه الحق. لا، قول كلمه الحق، خد ثوابك من ربنا سبحانه وتعالى. هي اخرتها ايه؟ هيقتلك، هتخش الجنه. واقل ما فيه انك لا تصفق للباطل، دي مهمه الحقيقه، لانه قد يعني لا تناسب الظروف او لا تسمح. صوره من صور الشجاعه في وقت من الاوقات يعني. يعني يقولون من الشجاعه ان تجبن ساعه احيانا، وهي حقيقه موضوع الطرفين، ان الخلق وسط بين طرفين. احيانا يكون يعني الشجاعه هي وسط بين التهور والجبن. احيانا ما يكونش شجاعه، يكون تهور. فالشجاعه شيء في الوسط، تاخذ من فضيله من الجبن افضل ما فيه، ومن التهور افضل ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته علمنا حتى في المواقف ان هو يكون شجاع. يعني مثلا في غزوه احد برضه، يعني هي الشجاعه تبان في مواقف الايه؟ الشده، مش المواقف القوه، لا، في مواقف الشده والضعف. لما جه ابي بن خلف عليه لعنه الله وقال يعني لا نجوت ان نجا، يا محمد لا نجوت ان نجوت، يا انا يا انت نعيش. وكم ربي خيل ليه وتعهد ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وجاي من بعيد وعايز ايه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه بيقول يا رسول الله نتصدى له؟ قال لا، دعوه، سيبوه لي. ثم اخذ حربه من احد الصحابه وانتفض بها في وجه ابي بن خلف فجعلها في عنقه، فيعني فتدحرج من فوق فرسه عده مرات ومات هو عائد اليه، فهو قتله باذن الله عز وجل. فهي دي الشجاعه، ان انت تتصدى وان انت في كل موقف حياتك. يعني من الصور برضو في موضوع الشجاعه اللي بتقول ان الشجاعه بتكون نابعه من داخل الانسان، على ما اذكر سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، كان اعرج القدم، وبرغم ان هو له عذره ان هو لا يشارك في الحرب الا انه كان على اقبال على الجنه. ودي بقى الشجاعه المحموده، اللي هو انا بعمل الحاجه دي وعايز من وراها الجنه. فيقول لاولاده انا عايز اخرج، فيقول له لك العذر، فيروح يشتكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه لعله يطأ بعرجته الجنه. الشاهد هنا ان هنا البنيان ضعيف، وفي كمان عذر شرعي، لكن القوة اللي في القلب والإيمان الراسخ في القلب هو اللي خلاه إنه يبادر ويثبت على الطريق. لا، وهو كمان يعني يتحايل
على الأحداث علشان يروح يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. على ذكر الحديث اللي قاله محمد سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، موضوع أن العلماء بيتصدوا للحكام أو الأمراء الظالمين ولا يعطون لهم ولا يفتون لهم. وأنا الحقيقة رسالة الماجستير بتاعتي كانت عن نصيحة ولاة الأمور في الإسلام، وأنا بتتبع المواقف اللي حصلت في تاريخ الأمة قلت إيه ده، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ العلماء دول النماذج بتاعتهم دي فين؟ تجد إنه يعني كان فيه ناس بتوقف فعلا للحاكم الظالم، تقود الأمة بحق، علماء ويوصلوا الأمة لبر الأمان. على سبيل المثال الزهري مثلا، إمام الزهري دخل على سليمان بن عبد الملك، وبعدين سليمان كان يقول في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قولا عظيما، كان يقول أنه هو الذي تولى كبره. فدخل مع مجموعة من العلماء فبدأ يسألهم من الذي تولى كبره، فبعضهم يقول عبد الله بن أبي، فيقول له كذبت، إنه علي بن أبي طالب، فيقول أصلح الله الأمير، الأمير أعلم بما يقول. لما جاء عند الزهري من الذي تولى كبره، قال له عبد الله بن أبي، قال له كذبت. فانتفض الإمام الزهري من مكانه وقال له أنا أكذب لا أب لك، بيشتم مين؟ بيشتم أمير المؤمنين. أنا أكذب لا أب لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، أكذب ليه؟ وبعدين بقى جاب له إيه بنسميه إحنا في المصطلح الحديث حديث كده يشبه حد التواتر، قال له حدثني عبيدة وعروة وسعيد وعلقمة كل دول عن عائشة أن الذي، طبعا عائشة هي اللي عاشت الموضوع، أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فيقولوا إن الأمير سليمان لونه تغير، لون وشه تغير، وجعل يقول هيجناك يا إمام سامحنا سامحنا. شايف بيوقفوا إزاي؟ الإمام مالك مشهور في مذهبه أنه يرسل يده في الصلاة، يعني ينزل إيده ما يرفعهاش، ده المذهب الوحيد اللي كده. في ناس كتير بتقول ما فيش أثر صحيح، بعض الناس بتقول إنه الإمام مالك ربط وشد بالخيل حتى ما عاد يستطيع بعد ذلك أن يرفع يديه في الصلاة. تخيلوا ليه؟ لأنه كان بيقول بيحدث بالحديث ليس على المستكره طلاق، اللي يطلق وهو كاره طلاقه لا يقع، طلاق المكره لا يقع، قاعدة فقهية. فبنو أمية كانوا بيحلفوا الناس على البيعة بالطلاق، فهو لما يفتي بالحديث ده خلاص أنت مستكره، فكانوا يقولوا له ما تحدثش بالحديث ده فيحدث به. كان يعني وقف في وشهم كتير جدا جدا. أحد العلماء كان اسمه ابن فروخ الفاسي، بعت له الأمير، أمير فاس في هذا الوقت، وكان سفاكا للدماء، يستفتيه في مسألة، بيقول له إيه، هل يجوز أن أصلي في ثوب فيه أثر لدم البراغيث؟ والرجل سفاك لدماء المسلمين. فقال لرسوله لا جواب له عندي، ما بفتيش أنا للجماعة دول. تسأل على البراغيث؟ فقال له يسألني عن دماء البراغيث وهو كل يوم يسفك دماء المسلمين، ورد رسوله. فاحنا للأسف الشديد تبدل حال الأمة، وأصبح العلماء دلوقتي بيعملوا إيه؟ يعني بيتزلفوا للحاكم، لقوا يفتوله ويقولوا له اضرب واضرب في المليان واقتل. فللأسف الشديد ده إيه؟ ده سببه ده الضعف والجبن اللي تملك قلوب العلماء في الأول، والضعف العام والهوان اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصف به الأمة، يعني اللي هو حب الدنيا كراهية الموت. ما هو هادي، هو ده الجبن، هو ده عكس الشجاعة. يعني احنا علشان نقدر نتحلى بالشجاعة في شوية مقومات كده. أول حاجة من هذه المقومات إن الواحد يكون مخلص لله سبحانه وتعالى، ويستشعر إن هو لما يقول كلمة الحق بيقولها عشان ربنا سبحانه وتعالى، لما بينصر ضعيف عشان ربنا سبحانه وتعالى، لما بيتخذ موقف إيجابي في الشجاعة يبقى هو العمل ده لله بس. فلما يعني يكون مخلص العمل لله يكبر الله عز وجل، والله هو الأكبر، فيصغر دون الله سبحانه وتعالى كل الناس، كل الناس تبقى صغيرة في عينه، الحاكم الظالم، الرجل الظالم، صاحب المظلمة يبقى له ظهر، يبقى له ظهر يحميه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام
رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إذن الواحد ما يخافش. طب أنت هتخاف ليه؟ إذا كان أنت ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد يقدر يضرك غير اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه كتبه لك. يعني شيخ الشعراوي كان بيقول مقولة جميلة كده: لا تخشى من الناس، فإن أقصى ما يستطيعونه هو ما كتبه الله لك. يعني أنت ما تخافش من الناس، أكتر حاجة يعملوها لك اللي ربنا إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أحق أن يخشى. ربنا سبحانه وتعالى أحق أن 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 يسير الإنسان في اتجاهه. يعني عندنا بس في موضوع المواقف الشجاعة وال يعني إيجابياتها وسلبياتها، كنت بقرأ في قصة أبرهة لما راح يهد الكعبة. فلما دخل الكعبة طبعا كان ماشي أي حاجة بتقابله بياخدها بقى، سواء جند غنائم أي حاجة تيجي تحت إيده بيضمها للجيش وياخدها ليه. فلما وصل للكعبة بدأ يدور عن حد، فمن أهل مكة سبوه وطلعوا على الجبال يعني. فبعد شوية راح له عبد المطلب، فلما شاف عبد المطلب بيقولوا يعني في بعض الروايات السيرة قام له، حس فيه هيبة كده مش أي حد داخل عليه يعني. فبقول فقام عن عرشه وجلس بجوار عبد المطلب، قعدوا الاثنين على حاجة كده زي البصة كده جنب بعض وقعد جنبه. فقال: فيما جئت؟ قال: جئت أطلب إبلي، وانت داخل أخذت الجمال بتاعتي. يقول فقام أبرهة، شوف بقى الـ 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 الهيبة دي اتغيرت في لحظة، فقام وعاد وجلس على عرشه وقال: حسبتك جئت تدفع عن بيت الله حرمك. فقال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحمي. الشاهد إن التعامل في الأول إن هو ظن إن الموقف الإيجابي للدفاع عن الحرم، والتعامل الثاني في إن هو لما رأى إن الموقف كان علشان الجمال والإبل بتاعته زالت الهيبة، تغير في نفس اللحظة. حقيقة الدردشة حوالين الأخلاق عامة وخلق الشجاعة خاصة بيطول فيها الكلام يعني، لكن إن شاء الله يكون لنا وقت تاني وسهرة تانية حوالين دردشة جديدة نسعد بيكم فيها إن شاء الله. إن شاء الله. بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات، افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت، عيش لحظة بلحظة معاه ده العمر ساعات وتفوت، دوق طعم إيمانك بيه صح قلبك لو مات، إملا بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات. حاسب نفسك هتعيش تحمد ربنا عالستر، عندك فرصة ما تمشيش ويكون فاتك متقطر، كل نصيحة بتتقال في وراها مشاعر خير، الموعظة رزق حلال اقبل واهبل.